كابتن إيهاب، عايزين نبتدي كده مع بعض من البداية، من تمام. قصة رمي الرمح. إيه اللي خلانا نروح لألعاب القوة؟ اخترنا الرياضة دي ليه؟ لا هو بص اقول لحضرتك على حاجه، هو انا ما اخترتهاش بصراحه عشان ابقى صريح، هي جت صدفه خالص بحته. احنا عندنا حاجه اسمها التفوق الرياضي، درجات التفوق الرياضي في ثانوية في ثانويه عامة. عامه، وانا برضه ما كنتش اعرفها. هي أصلا اصلا هي بقى جت، كنت انا مع صحابي، احنا ما نعرفش غير كره قدم وبتاع، وكنا بنلعب في مركز شباب كفر صغير عندنا كوره، فالولاد عكسه البنات اللي طالعين من التمرين بتاع كابتن احمد عندنا اللي هو مدرب العاب اوكي، القوه. وانت كنت معاهم؟ لا للاسف بقى ان انا كنت في اخر الملعب الناحيه التانيه، للاسف. وكان قبلها والله، وكان قبلها واحد صاحبي كان بيلعب معانا العاب قوه اسمه احمد جلال، قال لي بص تعالى العب معانا العاب قوه. قلت له يا عم ايه دي؟ قال لي جري ورمي واسف. قلت له يا عم انا قادر امشي جري ونط ايه وبتاع. فالمهم قادر ماشي تمشي ما كده، شاء الله يعني يا كابتن. ما بس ما حد ما عرفهاش. فجه المدرب شافني فناداني كده، فقلت بس هو كده المدرب بيعمل ايه بيه؟ قال لك انا اضرب الطويل يخاف القصير. قلت له نعم والله العظيم. دخلت قال لي تحب تلعب العاب قوه؟ فقلت له ايه العاب قوه؟ قال لي كذا وكذا. قلت له انا ما اعرفش. قال لي طب 4 درجات تفوق رياضي؟ فقلت له طبعا. مين طبعا طبعا يعني؟ فقال لي يعني تعالى ولو لي درجة. بكره. والله قال لي تعالى بكره الساعه 9 الصبح. قلت له حاضر. فروحت البس بنطلون وقميص، ورحت لقيته قال لي اركب العربيه. ركبت عربيه ميكروباص، رحنا الزقازيق عندنا. قال لك اي حد كان فيه بطوله، قال لي اي حد يعمل حاجه اعمل زيه. اوكي، كلمة عملت سر. تاني في كل حاجه، اي حاجه فيها رمي عملت تاني. لا لا اوكي، لا لا والله العظيم. قلت له أوكي. قال لي تعالى بقى نلعب بقى. فبدات ده رقم اتمرن. يعني، ده اول مره يمسك رمح يعني. قال لي اللي يعمل حاجه اعملها ما تفكرش. قلت له حاضر. فعملت تاني ورا اللعيبه بتاعته كلها. اوكي، ان شاء بعد الله. كده بقى جيت اتاهلت بطوله الجمهوريه مدارس. بعد كده جه كابتن محمد نجيب شافني. كل ده ولا انت دريان؟ انت عايز تاخد ال4% و4 درجات؟ ما انا ده كله بقى مش في دماغي، لقيتهم بيقولوا لي بقى ده كابتن محمد بيقول لك في كابتن محمد جه وعايزك تروح النادي الاهلي. فقلت النادي الاهلي؟ فقلت خلاص انا هروح ادخل النادي الاهلي شويه وهمشي. يعني هي ايه اللعبه دي اصلا؟ اذا كان بلعب اللعبه انا ما اعرفش ايه هي يعني. فلعبت شويه، فجاه لقيت نفسي بدات اكسب. 18 سنه ما شاء الله، 20 سنه درجه اولى، ولدرجه ان انا 18 ما كنتش عارف ان انا بلعب 18 سنه. اوكي، ما انا كنت مفكر انا بلعب درجه 20 سنه، فبرمي برمح الكبير وما اعرفش الرمح الصغير. فلقيتهم دخلوني بطوله لقيت رمح صغير. على الله خالص. ده انا على الله حكايتي، ده ما جيتش. فلقيت نفسي كسبت ال 18 سنه، وبعد كده كسبت 20 سنه، وبعد كده لقيت نفسي كسبت درجه اولى. فجاه لقيت نفسي انا اصلا عامل حسابي يعني انا مش هكمل، يعني انا درجات انا عايز تفوق الدرجات اروح. واروح. اوكي. فبعدها لقيت نفسي فجاه متاهل بطوله عالم شباب ما شاء الله بعدها بسنه. طب يا جماعه طب انا اعمل ايه وبتاع؟ فجاه لقيت نفسي عامل تاني عالم شباب. فجاه لقيت بقى قلت ايه، لا خليني بقى اجرب بقى، ده انا شكلي هكمل بقى. فجربت بقى، فلقيت بقى الدنيا مشيت معايا كويس جدا بصراحه بقى. وبصراحه برضو لاجل الامانه في ميزه موجوده في النادي الاهلي مش في حته بصراحه، هم بيشوفوا لو انت كويس خلاص انت كويس وكله بيدعمك. بيعرفوا ينوروا.